مش ملونين، مثلا ممكن نبتدي نلون مع بعض. شايفين اهي احنا رسمنا دلوقتي ماشي رائد الفضاء، احنا لوناه مثلا ممكن نخلي البدله بتاعته ابيض، ونخلي مثلا الحاجات التيشيرت فيه حاجات حمراء زي ما عملنا. ممكن نخلي برضو الكواكب، نغير كواكب اهي. ممكن الون الكوكب نفسه ببني في اورنج اهي، ممكن اخليه كله اصفر او اورنج اهو. نحاول بصوا على اللاين نفسه اهي، انا برسم كاني هرسم تاني اللاين، يعني كأن الالوان كاني بعيد على رسمه تاني عشان ما اطلعش بره الرسمه. الرسمة عجباني أوي. طب كويس، مين تاني عاجبه الرسمة؟ هاتش تاني؟ ماشي تعرف يا أخويا رسي. بيعرف يرسم، يعني بيعرف يرسم ناس. طب ايش شاطر، علميه بقى. بص ممكن نيجي نلون الكوكب التاني اهو، انا مثلا هعمله بموف، هعمل اللي حواليه بموف غامق وهو نفسه بلون موف فاتح، خلي فيه درجتين. ممكن وانا بلون الموف الفاتح ممكن اخفف ايدي، يعني انا لو خففت ايدي هيطلع درجة فاتحة خالص اهو، لو تقلت ماشي ايدي هتطلع، هتقل ايدي هتطلع غامقة. هحدد الاول، ممكن احدده كله بموف غامق. وريني يا حنين، حلوة يا حنين، جميلة، حلوة يا حنين. ماشي، ممكن تعملي تاني واحد تاني تحت خالص عشان عندك مساحة، اعملي هنا. دايرة واعملي حواليها، يعني اعملي دايرة واعملي واحد زي كده، مش لازم فيها خطوط كتير. او ممكن ده لونه وفي بأورنج، كوكب زهرة في عمله. كوكب زهرة، وفي كذا كواكب، يعني كواكب كتير، الكواكب بس اللي معروفة لنا، لكن في كواكب لسه مش عارفين. نعم، كوكب زهر اهي لونه بصوا بيج. هلونه نفسه، انا بلون الخطوط بالاغمق منها عشان تبان، عشان تبقى بارزه. كوكب زهر في حياته والأكل صغير. شايفين اهو، ممكن احدده كله بأورنج، يعني احدد الاوت لاين الخارجي بس اهو، وبحدد الاوت لاين بتاعت الدايره او شكل البيضاوي، وبخفف ايدي من جوه في الدرجه. حلو يا حنين، وريني كده يا محمد، وريني يا سدره، اللي خلص يوريني. بص طب بصي يا سدره، حددي، بصي انت عامله واحد ببني، حددي بقى الدايره ببني نفسها غامقه عشان تبان، فانت عندك اللون داخل في بعض. وريني يا ادم، وريني ادم، ارفع ايدك كده شويه. هو انت ايه اللي بلون الازرق ده يا ادم؟ انت حلو رسمك، بس ايه اللون الازرق اللي انت حطيته ده؟ انت باظت منك شويه، صلحتها؟ لا أنا عملت كوكب جديد. مش مشكله، عادي عادي، تحاول ترسمها مره تانية تبقى احسن. حاول بقى تلون التانيين. بص احنا بنلون يا ادم، بترسم كأنك بتلون، كأنك بتحدد من أول وجديد أهي، يعني كأن إن أنا هاجي هلون مثلا الكوكب ده، هحدده، هحدد الدايرة الأول وألون جواه، يعني حدد الدايرة بكل حاجة فيها، بعد كده تلون عشان ما تطلعش باللاين. انا لونت شوية الوان مع مع الاحمر بقى اللي طلع لي اللون ده. حلو، مش ممكن تعملي فيه حركة، يعني هي الكواكب بتبقى فيها لف حركة دائرية كده، بصي يعني اعملي واحد قوس قوس كده هنسكول لافف. ازاي؟ ماشي ماشي وريني كده يا مين تاني، وريني يا آدم، وريني يا عمر، وريني يا سدرة، في فكرة في دماغي بس مش عارفة ايه. يعني اللي في دماغك حاولي ترسميها حتى لو صفها غلط، وهنصلح مع بعض. وريني، جميلة يا سدرة، قربي ايدك كده شوية، حلوة قوي، حلوة قوي. ثواني يا سدرة، يا بستعجلها ليه؟ ثواني يا دو. حلوة، هنا وريني كده يا محمد، كله طب ما كلكم ترفعوا واسمع مع بعض. حلوة، وريني يا حنين، ارفعي ايديكي، خليكي ثواني يا سيدة، خليكي يا محمد ثواني. يلا يا حنين، هنا حاجة في يا عمر، الآخر يكون فيها كأنه كوكب بس مش كامل.
او بايديكي شويه يا ما حركي ايديكي. حلو، حلوين، جميل، حلو قوي. جميل. وريني يا حمزه، يا عمر، يا ادم. حلوه يا سيدو، عجبني الدرجه بتاعت الخلفيه بتاعتك اللي انت عملتيها، حلوه قوي. حلوه يا عمر، حلوه يا عمر، الحاجات حطيتها من نفسك جميله. لو حابب انت ملون الخلفيه، في ملون فيها درجه على ودرجه، حلوه. فكرة ممكن نلون برضه بلون اسود، يعني احنا ليه بنلون بس كانها بالليل اهي، ممكن نلون الخلفيه كلها بلون اسود. ده بص، علم انا بلون السعودية الخلفيه، وده انا علم بعمل مصر، الخطوط بالعرض بس اهي. أنا عامل شمس كده بالنور تعالى عشان شمس اهي. كده بالنهار. اهي، يعني ممكن الون باللون الاسود. ماشي، في حد تاني عايز اشوف رسمته؟ يا أنا عمر، ممكن يا أخبرك حمزة، يا تيتشر وأوريك الرسمة، هي لولو. بلون حاجة بس أوريها لك. ماشي آدم، وريني يا آدم. استغليت المساحة وعملت حاجة كده في الجنب بتاعتي. حلو يا آدم، حلو يا آدم، بس انت حلو الألوان التانية، حلو. ممكن تلون الخلفية بقى، لون تيتشر الخلفية حتى لو استغليت فيها المساحة، أبيض مش مشكلة، ممكن تلونها بأزرق، خليك بالفاتح، متلونيش بالغامق. وعملت ده. وريني يا حنين، حلو. ايوه حلوة، عجبتني، كأن كوكب في سهول. حلو، ما حسيتش بقى كفاية كده. انتوا كلكم حلو قوي، سمعتكم النهارده جميلة. أنا عاجبني أكتر حاجة، أو قصدي الروبوت اللي موجود. هو مش روبوت، هو رائد فضاء، بس هو عشان لابس البدلة شبه روبوت شوية. لأ المشكلة اللي هو طالع منه سلك. اما هو عشان مش هو بيبقى لابس الخوذه بتاعته دي بتبقى فيها حاجات بيتكلم منها، أه هو عشان كده يعني مضايق السلك، مسحيه. لا عاجبني خالص، شكله حلو كيوت. ايش، احنا كده خلصنا النهارده، في حد عايز يسأل حاجه؟ لا تيتشر ايه يا لولو، انا نفسي في يوم اللي انت تورينا كل رسماتك اللي انت رسماها. ايه حبيبي، انت عندك رسمات رسماها انت مع نفسك؟ اكيد. عايز اشوفها. اوريكي بسمة دلوقتي منها بس عشان تعرفي. دي من ضمن اسماتي. الله ده سكتش كان قدامي، في سكتشات تانية. انت اللي حلوة وجميلة. بلاش كيوت. ماشي، يبقى احنا كده خلصنا، والمرة الجاية بقى ان شاء الله نرسم حاجة تانية احلى من كده. وانتوا برضه لو في اي رسمة ترسموها ماشي، لو حابين نرسم لاند سكيب المرة الجاية ماشي، ايه رأيكم نرسم لاند سكيب المرة الجاية؟ ايه لاند سكيب، شجر كده يعني، شجر ماشي. ومراكب، لاند انا سكيب. عامل انسان آلي، انا عامل ايه انسان رأيك آلي. تيتشر ماشي، احنا نرسم المرة الجاية مزرعة وفيها فلاحين يبقى وكده. انا انسان آلي، انسان آلي. ما احنا رسمنا شبه النهارده يا عمر، ايه لا رأيك يا سيدة انسان، انسان نرسم آلي انا لاند صنع. سكيب المرة الجاية؟ تيتشر انسان لا انا لا ممكن انا ارسم انسان صدره، حيوانات فيها مش فلاحين لازم وفيها انا انسان بكلمك يا آلي. سيدة، انا عارفه، انا عارفه ان انت عمر بتقول انسان آلي. انا صنع مش حنين رسم. سامعك. انا بقول لك دي شعرات نرسم احنا مزرعة وفيها فلاحين وكون مطال قوية بيرصدوا كده. كل ده في ايوه السيشن. احنا ممكن نرسم احنا مزرعة مش وبيت، عمالين نرسم، احنا ما نرسم. سمناش مع بعض مزرعة، لا مش ممكن انا نرسم صانع مزرعة، لو يا حابين المرة الجاية نرسم مس مزرعة، نرسم حسام بيت، الآب. نرسم بقرة، نرسم عصفور كتكوت، نرسم عصفور كده، لكن مش هنرسم فلاحين لسه، في حين مش هتعرف ترسموا الناس بالإنسان يعني، واحدة واحدة، حاجة أختي جاهزة حاجة يا رسمت حنين. طب يا مس أنا صانع إنسان آلي مش حلو، بس صنع إنسان آلي إزاي يا عمر؟ قولي يا لولو، سامعاك؟
يا عمر، كان عندي معاك يا عمر، كراس عايز تقول وكان الكراس ما فيه حاجات حلوة قوي بس ضاعت الحمد لله. رايك ليه؟ اي بسمه، اي بسمه حلوه وحشه خليها عشان تبقى حلوه ليكي، ذكرى، لا ذكرى ضاعت ليكي، ضاعت حتى لو الكراس بوظتوا اي كانت بسمه كويسة خلوها. وكان فيها حاجات حلوة بس ضاعت. وانتي يا سيدة ما عندكيش اي بسمه عايزه تقوليها لي؟ ماشي، احنا كده كنت خلصنا، هقولك هقفل قبل معاكم كده دلوقتي. اسمي تيتا لكن مكملناش فايدة. ماشي يا حني، عشان نشوف السيشن اللي بعديه، تحضروا، تلحقوا تحضروا. ماشي يا حبايبي، سلام. مع السلامة يا قلبي، باي باي.